وفي ولاية نزوة بمحافظة الداخلية وتحديدا غرب سفالة نزوة توجد 7 مساجد للعباد، إلا إننا بصدد ما وصلنا إليه منها والذي تطلب تسلق الجبال التي شيدت عليها هذه المساجد، وهي مسجد الجامع الذي يعد نسبيا أكبر مساجد العباد في هذا الموقع، وهو مبني من الطين والحجر، ونظرا لعدم وجود الصيانة اللازمة له فهو معرض للانهيار. والمسجد أقرب ما يكون شبيها بالمساجد العمومية وتقام فيه سابقا صلاة الجماعة، ومسجد القبة الذي يعد صغير الحجم ومدخله في وسطه ويحتوي على نافذتين وروزنتين، وهو مبني من الطين والحجر وتبدو أجزاء المسجد تالفة. ومسجد الجبل، وهو بحسب مسماه فقد تم تشييد المسجد على سفح جبل بالطين والحجر، ومدخله عبارة عن بابين على شكل أقواس وينقسم إلى قسمين أمامي وخلفي، أما محرابه فهو عميق ومتداخل الأجزاء. ومسجد الطائر الذي يقع على قمة جبل هرمي الشكل ولا يتسع لسواه، وكأن الجبل قد خصص للمسجد فقط، ويجد المرء صعوبة في الصعود إليه، وكغيره من المساجد فهو مبني من الطين والحجارة، وقد اندثرت أجزاء المسجد من الداخل والخارج، إلا أن بعض الأجزاء من جدرانه لا تزال متماسكة رغم قدمه. وقد أطلق على هذا المسجد تسمية الطائر لعدم معرفة الأهالي بكيفية تشييده في هذا الموقع الصعب. وفي مواقع أخرى من ولاية نزوة توجد مساجد أخرى للعباد، منها مسجد قلعون الذي يعد مسجدا أثريا، وهو صغير الحجم بني من الطين والحجر، ولا تزال جدران المسجد متماسكة نوعا ما مع تلف أطرافها، أما سقفه فقد انهار كاملا. كما يوجد مسجد آخر للعباد، والذي يقع على سفح جبل الحوراء شرق وادي الأبيض بمنطقة سعال بحلة الشمامير، وينقسم المسجد إلى قسمين على الرغم من صغره، ويحتوي على قوسين وإسطوانة واحدة، وهو مبني من الطين والحجر، ولا تزال جدرانه متماسكة إلا أن سقفه انهار كاملاً.